أطيب وأرق تحية لكل أوفياء الإذاعة القريبة منكم ميد راديو. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي بفقرات منوعة كيف مجرة العادة، فيها مجموعة من الأفكار من الاقتراحات ومن الحية ديال الدار، وإن شاء الله تكونوا كتستافدوا معنا في كل حلقة. اليوم غادي نجاوبوا على مجموعة من تساؤلات، منهم سؤال كان عند سعيدة، مريم من فاس، عائشة، آمال، كوثر من ورزازات، وكنتمنى إن شاء الله كل هاد المستمعات الكريمات يكونوا في الاستماع باش اليوم يسمعوا الإجابات على كل التساؤلات اللي سبق وطرحوها علينا. من بعد غادي نمشوا لفقرة بريكولاج بمجموعة من الأفكار ومن الاقتراحات كتوصلنا يوميا من خلال صفحة برنامج سيداتي سادتي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. فاليوم غادي نرجو أفكار واقتراحات من عند أم مريم، من عند ملكة من تيزنيت، ومن عند زهيرة أم وئام ولقمان اللي رجعت لنا كذلك من بعد غياب، فمرحبا بك من أول وجديد زهيرة أم وئام ولقمان، نورتي الصفحة ديال البرنامج ومرحبا بك في أي وقت. دائما كنقول عنهم الحمد لله احنا كنقدروا الظروف، فبزاف ديال الأوفياء ديال البرنامج دائما هم معنا في الاستماع ولكن لي ظروف كيغيبوا على الصفحة، ويعني ما كيبقوش يوضعوا الأفكار والاقتراحات ديالهم، ولكن لما يعني ربما كيكون مانع خير بمجرد ما كتحسن ديك الظروف فكيرجعوا للصفحة من أول وجديد وكيعتذروا على الغياب وكيرجعوا يفيدونا بالأفكار وبالاقتراحات ديالهم، فالصفحة دائما مفتوحة أمامكم وللجميع ومرحبا بكم في أي وقت. التواصل معنا غادي يكون على الأرقام اللي هي دائما 05 22 46 72 50 51 أو 52. مرحبا بكل أسئلتكم وعلاش اللي احتمتوما فيدونا بأفكاركم وباقتراحاتكم وتقاسموها وتشاركوها معنا في الحلقة ديال اليوم. غادي نبقاو لحظة مع أولى اختياراتنا الغنائية، نسمعوا لها وراجعين فبقوا معنا. منكم من خلال أولى فقراتنا غادي نقوم بالإجابة على مجموعة من الأسئلة. أول سؤال غادي نبدأ به اليوم كان من عند سعيدة. سعيدة كانت وصلت معنا وقالت عندها مشكل بالنسبة للحوايج اللي كيشدوا الخملة، وهنا فقط بغيت نقول احنا غادي نجاوبوا على السؤال ديال سعيدة، ولكن في نفس الوقت غادي نكونوا كنجاوبوا على الناس اللي كيكون عندهم مثلا مشكل بالنسبة حتى للزربية اللي كانت كتقبط الخملة، بالنسبة للموكيت، بالنسبة للمانطات، حتى بالنسبة للتفريشة الطلامط ولا الخدادي، الرواقات ولا الخوامي ولا الريدويات، أي حاجة كتشد الخملة فهي حيلة واحدة اللي كنستعملو كتكون مرضية وفعالة بزاف. اشنو هي؟ غادي نستعملو اللصاق ديال السكوتش، وهنا ماشي داك السكوتش اللي كيستعملو الوليدات بالنسبة مثلا يعني الغلاف ديال المقررات ولا الكتوبة ديالهم، وانما اللصاق اللي كتكون عريضة يعني داك اللصاق ديال الكارتون هو اللي غادي يفيدنا بالنسبة لهاد المشكل. فاحنا غادي ناخدو اللصاق ديال الكارتون كنقطعوه يعني هكذاك على شكل سميطات بنفس الطريقة اللي احنا لما كنبغيو نصايبو لاسيغ، ولا ديك الطريقة اللي كيعرفو السيدات في إزالة الشعر إلا كنا غادي نستعملو يعني داك الشريط اللي كيكون لاصق، فنفس الطريقة غادي نقطعو داك اللصاق ديال الكارتون وكنبداو كنحطوه على ديك البلاصة اللي فيها الخملة وكنهزو يعني بنفس الطريقة، بمجرد ما كنلصقو كنهزو في نفس الوقت، فداك اللصاق ديال الكارتون كيهز معاه الخملة كلها اللي كتكون عندنا كيف ما قلت، سواء في الحوايج حتى بالنسبة يعني للموكيت، بالنسبة للزربية، بالنسبة للتفريشة، بالنسبة للخوامي، وأي حاجة فيها الخملة فكتبقى هذه هي الحيلة أو الاقتراح اللي كيكون مفيد بزاف. اللصاق ديال الكارتون كناخدوه وكنقطعوه على شكل سميطات وكنبداو كنحطوه على المكان اللي فيه الخملة وكنهزو بنفس الطريقة والتقنية اللي كيعرفوا السيدات اللي هي خاصة بإزالة الشعر، والنتيجة صدقوني غادي تفاجئكم لأنه الخملة ما كيبقاش الآثار ديالها نهائيا، والجميل في داك اللصاق ديال الكارتون أنه كينقي، يعني غادي نشوفوا حتى بالنسبة للنتيجة مثلا اللي كان عندكم مشكل في التفريشة في الطلامط مثلا إلا درتوا هذه التقنية، وحتى بالنسبة للزربية غتبان الزربية بحال تصبنات يعني كتبان نقيه بدرجه اللي هي كبيره بزاف. فكنتمنى كل الناس اللي عندهم هذا المشكل ديال الخمله يجربوا هذه الحيله ويرجعوا يتواصلوا معنا ان شاء الله ويقولوا لنا شنو كانت النتيجه. غادي نمشيو هذه المره لسؤال اخر كذلك كان من عند مريم من مدينه فاس. صراحه مريم كانوا عندها زوج ديال الاسئله. اول سؤال سولات مريم بخصوص الطابليه ديال البنيته ديالها اللي اللون ديالها في الابيض وتقاس بديتاش ديال الصدى، فكتسول داك الصدى كيفاش تقدر تحيدو من الطابليه. هنا مريم قبل ما غادي نعطيك الاقتراح بغيت كذلك نوجه نصيحة لكل المستمعات الكريمات اللي كينشروا في الحبال اللي كيكونوا ديال الحديد ديال السلك، راه داك المعدن مع داك الماء ومع المدة وكنعرفوا دابا حتى كاين الشتاء، فإلا ما تمسحوش وإلا ما كانش داك التنظيف ديالهم بشكل يومي فضروري ما دوك الحبال هما اللي كيطلقوا الصدى في الحوايج. هذا الشيء علاش نصيحتي قدر الإمكان قدر الإمكان ولا كان في المستطاع تفاداو دوك الحبال اللي كيكونوا ديال المعدن أو ديال السلك لأنهم كيصديو وبالتالي كيوسخوا دوك الحوايج، يعني
الجني ما تستعملوهمش للنشير نهائيا. حتى بالنسبه للنشاره، الناس اللي عندهم نشاره ماشي ديال البلاستيك، نشاره مثلا ديال المعدن ديال الحديد، وكنعرفوا على انها كتنفع بزاف الايام ديال الشتاء، لانه كنقدروا نشروا الحوايج مجرد ما كنشوفوا الجو كيتبدل كندخلوا مثلا ديك النشاره عندنا لداخل مثلا في الدار، اولا يعني كندخلوها في بلاصه اللي ما كتقيسهاش الشتاء. فداك الماء اللي كيكون مع المده وديك النشاره كنبقاو نشروا فيها، خصوصا الا كانوا الحوايج يعني ماشي عندنا ماكينه اللي كتعصر وكتنشف شويه، فداك الماء الوقت اللي حنا كنشروا على النشاره وكتبقى كتنشف غير بوحديتها وما كنشفوهاش حنايا مزيان، راه مع المده كذلك كتولي ديك النشاره كتطلق داك الصدى. وكنبداو كنسولوا الحوايج علاش كل مره كنكونوا كنصبنوهم كنتفاجئوا فيهم انقطاص ديال الصدى، وكيكون هذا هو المشكل. حتى بالنسبه لدوك المقيبطات اولا القرارس، كل واحد شنو كيسميهم اللي حنا كنشدوا بهم الحوايج، حتى هما قدر الامكان دابا حنا كنشوفوا يعني كاين مواد اللي هي كثيره، كاينين اما ديال البلاستيك، كاين حتى واحد المقابط اللي كنشوفوه نوعا ما واحد النوع ديال الخشب، هو كيشبه الخشب ولكن هو ماشي خشب في الاصل، وكاين عاود اللي كيكون فيهم داك المعدن، داك السلك اولا داك الحديد اللي كيكون الوسط، هذاك حتى هو الى قاس الحوايج كونوا متاكدين على انكم غادي تفاجئوا وغادي تلقاو دوك النقاطي ودوك ليطاش ديال الصدى. فهي امور بسيطه ولكن كيخصنا نردوا لها البال مزيان، فقدر الامكان كيف ما قلت نتفاداو هاد الامور اللي انا شرط ليها. غادي نعطيك بالنسبه للصدى في الحوايج، فداك الاقتراح اللي هو معروف عند بزاف ديال المستمعات وجربوه والحمد لله عطى نتيجه، فعندك الاقتراح اما عصير الحامض مع الملحه، يعني الملحه اللي حنا كنطيبوا بها كتكون عندنا في الكوزينه، اولا الا قدرتي تعوضيها بمسحوق بيكربونات الصوديوم كان احسن. اذا هما زوج ديال الاختيارات، فالحامض هو الاساس هذا كنستعملوه، وعندنا الاختيار اما كنخلطوا معاه الملحه العاديه باش كنطيبوا ديال الطياب، اولا داك المسحوق ديال بيكربونات الصوديوم، عصير حامضه مع ملعقه صغيره اما ديال الملحه اولا ديال المسحوق بيكربونات الصوديوم راها كتكون كافيه. كتخلطيهم بزوج، ومن بعد داك الخليط اللي انت كتحصلي عليه كتدهني على دوك ليطاش ديال الصدى وكتسناي حتى كينشف عليهم الخليط. الا بغيتي النتيجه تكون مرضيه مريم، فانا غنصحك على انه هذا الخليط دهنيه على دوك الطبايع ديال الصدى ونشري الحوايج، وداك الخليط فيهم على قد ما نشف فيهم على قد ما كيتغلغل في داك الثوب وكيحيد داك الاثار ديال الصدى، عاد ديك الساعه كيمكن لك تعاودي تصبنيهم من اول وجديد، وان شاء الله النتيجه غتكون مرضيه بزاف. نصيحتي كذلك الوقت اللي كنديروا هذه الحيله، الحوايج ما كيخصهمش ينشفوا في الظل نهائيا، الاثار ديال الصدى الاشعه ديال الشمس كتلعب دور مهم في انها ما كتخليش الاثار ديالهم نهائيا، يعني خصهم ينشفوا في الاشعه ديال الشمس ماشي في الظل باش النتيجه كتكون فعاله كيف ما بغيتي. غادي نرجعوا مازال ونجاوبوا على باقي التساؤلات في حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي، ودائما على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم. فاصل وراجعين خليكم معنا. ورجعنا دائما على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم باش نوصلوا حلقه اليوم في برنامجكم سيداتي سادتي دائما. وغادي نمشيو هذه المره لسؤال ثاني كان من عند مريم من مدينه فاس، وكانت كتسول على داك الكاس ديال الخلاط الكهربائي. فكنقول هذا الكاس فمشكل مشكل بالنسبه لبزاف ديال السيدات، اول حاجه كيتشكوا انه مع المده واخا كيولوا كيغسلوا كتولي فيه بحال الضبابه بحال واحد الغشاء كيولي في داك الكاس ديال الخلاط الكهربائي، زائد انه بعض المرات كيكونوا فيه ديطاش اللي هما صعاب وما كيبغوش يحيدوا نهائيا، وكيبقاو هكذاك بيضين في داك الكاس ديال الخلاط الكهربائي. فهنا مريم غنعطيك اول حاجه، الوقت اللي انت كتستعملي اي ماده دهنيه مثلا داك الخلاط الكهربائي، كنعرفوا بزاف ديال السيدات اللي ما كيكونش الوقت وما كيكونش الخاطر بزاف وما كيكونش الجهد باش يستعملوا مثلا داك التراب ديال اليد، فشنو كيديروا مثلا بالنسبه للمقادير ديال الكيك او حتى بالنسبه غرير كيعملوا كل شيء في الخلاط الكهربائي. الوقت اللي كنديروا اي ماده دهنيه بحال الزيت بحال الزبده مثلا، يعني اي حاجه ميدمه الوقت اللي كنديروها في الخلاط الكهربائي بالنسبه للتنظيف ديالو ما كاينش محسن من القشور ديال الحامض زائد ملعقه كبيره ديال الملحه مع داك السائد ديال التنظيف باش كنغسلوا الماعن عاده، وكنضيفوا معاهم واحد نص كاس ديال الماء وكنديروا دوره واحده في داك الخلاط الكهربائي، يعني كنشعلوه وكنخليوه كيدور. فهاد المواد كتحيد داك الطبايع او ديك الدهون اللي هي كتكون في الكاس ديال الخلاط الكهربائي، هذه اول حاجه، لانها الا بقات حتى هي كتعطي ديك الطبقه اللي كتبقى مضبه هكذاك في داك الكاس ديال الخلاط الكهربائي. اذا ما عليك الا تستعملي من بعد كل ماده دهنيه مثلا كطحنيها ولا كتكون من بين المكونات ولا المقادير ديال اي شهيوه اللي انت غادا تحضريها في داك الكاس ديال الخلاط الكهربائي، دائما استعملي اما القشور ديال الحامض ولا ديال الليمون على حسب شنو متوفر عندك. غتعملي معاهم واحد الملعقه كذلك ديال الملحه، وضيفي معاهم داك السائل باش كتغسلي الماعن، ونص كاس ديال الماء،
وخلي داك الكاس كيدور يعني في الخلاط الكهربائي دوره عاديه بحال كطحني في شي حاجه. ديك الساعه دابا باش كتحيديه وكتغسليه مزيان. فهاد الطريقه هي مهمه بزاف، كتخلي داك الكاس ديال الخلاط الكهربائي مع المده ما كيضببش نهائيا. نصيحه اخرى، الوقت اللي حنا كنغسلوه وكننشفوه الا كنا ديك الساعه حاجتنا ماشي به وما غاديش نستعملوه في نفس اليوم مثلا او لا، فمن الاحسن انه ما نسدوش، كتبقى ديك التهويه كذلك مهمه بزاف. الوقت اللي نتوما كديروا داك الغطاء ديالو، ومعروف على انه الغطاء كيكون ضارب واحد الماده عامله بحال المطاط، فهو كيخلي التهويه ما تكونش في داك الكاس نهائيا، يعني كيحبس داك الهواء ما كيبقاش كيدخل، وبالتالي اول حاجه كتكون فيه رائحه. يعني كيلاحظوا السيدات انهم ملي كتحيد داك الغطاء ديال الكاس ديال الخلاط الكهربائي كتشم واحد الرائحه اللي هي غير مستحبه نهائيا، زائد انه داك الغشاء على شكل ضبابه كيتكون في داك الكاس ديال الخلاط الكهربائي، فهما زوج ديال النقاط انتبهوا لهم مزيان. الوقت اللي كتكون مثلا شي طبعه وكنبغيو نحيدوها، فهنا انا غنصحك على انك تستعملي الماء سخون، يعني ما اللي كيكون مغلي ولكن خليه يبرد شويه، غير شويه ما كيبردش بزاف، وضيفي عليه واحد الخماره ديال الحلوه، ومن بعد غير الحلفه العاديه باش كتغسلي الماعن رقديها في هذا الخليط، وهي اللي حكي بها دوك الطبايع اللي عندك في الكاس ديال الخلاط الكهربائي. فكنتمنى ان شاء الله مريم انك تجربي كل هذه الاقتراحات اللي حنا عطيناك اليوم اللي هي كانت خاصه بالتساؤلات ديالك. نمشيو هذه المره لسؤال اخر كذلك كان من عند عائشه. عائشه كانت تواصلت معنا وقالت عندها واحد البيجاما اللي هي ديال القطن وفيها طبايع بحال ميدمين بحال ديال الزيت، وهي ما عرفاتش الاصل ديالهم منين جا. فهنايا عائشه بالنسبه للثوب ديال القطن عاده كنقولوا التنظيف ديالو كيكون ساهل ماشي بحال الاثواب الاخرى، فهنا بالنسبه لدوك الطبايع اللي عندك ميدمين غنصحوك انك تستعملي المسحوق ديال بيكربونات الصوديوم. ولكن شنو الطريقه؟ غتاخدي واحد الملعقه كبيره من مسحوق بيكربونات الصوديوم، ضيفي عليها غير واحد شويه ديال الماء، قطرات ديال الماء. علاش؟ لانه حاجتنا بها على شكل عجينه، كتولي بحال بات عجينه، كتاخديها وكتدهنيها على دوك الطبايع اللي هما ميدمين وخليها حتى كتنشف. ودائما راه كنشير بالنسبه المسحوق بيكربونات الصوديوم الا كنا غادي نستعملوه وحاجتنا على انه حتى ينشف، ساهل نعرفوا انه نشف بلا ما نقيسوه، غير بالعين ديالنا كيبان لينا راه ولا فيه بحال تشققات، هذاك يعني على انه ديك العجينه نشفات على الطبايع. وديك الساعه راه غير فركه خفيفه بين يديك كتكون كافيه، وما كتخليش دوك الطبايع اللي هما ميدمين وعندك في البيجامه نهائيا. وفقط بغيت نقول على انه هذا الاقتراح غادي يكون كذلك جواب على السؤال ديال كوثر من ورزازات اللي عندها كذلك جلابه ديال مليفه رقيقه فيها مشكل ديال طبايع ميدمين زائد الطبايع ديال المداد. اذا الطبايع الميدمين غتعملي نفس الاقتراح اللي انا عطيناه لعائشه، وبالنسبه للطبايع ديال المداد فداك الخليط اللي بزاف ديال المستمعات الكريمات كيقول لي عفاف هذا الخليط السحري بالنسبه للمداد ما كيخليش في الحوايج نهائيا. اشنو هو؟ عصير الحامض مع الحليب، كناخذهم بنفس القياس، يعني الا كنا غادي نستعملوا ربع كاس صغير ديال عصير الحامض كناخذوا ربع كاس صغير ديال الحليب، كنخلطوهم وهذا الخليط كنرقدوا فيه دوك الطبايع ديال المداد وكنخليوه حتى كنبداو نشوفوا على انه داك الخليط اللون ديالو كيتبدل. كيفاش؟ داك المداد كيحيد من الثوب وكيولي كيطلق في داك الخليط ديال الحامض مع الحليب. ديك الساعه كذلك فركه خفيفه باليدين ديالكم اولا الصابون بالماكينه على حساب كل واحد وشنو كيدير. غادي نمشيو هذه المره لسؤال اخر كان من عند أمل. أمل كانت تواصلت معنا وقالت عندها جلابة مخدومة براندة أول تصبينة لها صبناتها، والمشكل اللي وقع على أنه الألوان تلقوا في بعضياتهم، فهي مخدومة براندة لوينات باج مع كرونة، وداك الكرونة تلق في داك الباج وهكا هي حسات أنها ضاعت في ديك الجلابة. فهنا يا أمل دائما كنقول الوقت اللي كتكون عندنا شي جلابة مخدومة بالشهوة، يعني داك التوب اختاريناه حتى شفنا شحال من محال واختارينا الألوان وكان مشكل باش نختاروا التوب أول حاجة، عاد شفنا الموديل اللي حنا بغينا ديال الخياطة والفصالة وبقينا كنسولوا شكون هو الخياط اللي مزيان وغيعطينا داك الخياطه اللي حنا بغينا والفصاله اللي بغينا. فهنا اول تصبينه دائما من الاحسن ما تكونش في الدار، تكون على برا وتكون اسك يعني بالجاف. فهاد الطريقه ولا هاد التقنيه راه بزاف ديال الناس ما كيفكروش فيها ولا كيفكروا الثمن، لانه غادي نصبنها على برا وربما غاليه وكذا، ولكن حنا ما غنصبنوش ديك الجلابه كل مره، راه كتكون واحد المره في شحال في مده طويله وكتحمي ديك الجلابه وكتخليها تبان بحال جديده، ماشي بحال المشكل انت دابا انت وقعتي فيه لانك صبنتيها والالوان تلقوا في بعضياتهم. دابا الحل اللي عندك امال انك غدا تاخذي طنجره كتعملي فيها الماء وكديري فيها داك الجلابه القياس ديال الماء اللي غادي يفزك ديك الجلابه كامله، من بعد غدا تعصري حامضه مع خماره ديال الحلوه وكتشعلي البوطه وكتخلي ديك الجلابه على عافيه مهيله فوق البوطه في داك الماء مع العصير ديال الحامض ومع الخماره ديال الحلوه، وانت كتحركي حتى كتبداي تشوفي على انه داك اللون اللي هو طلق في داك اللون الباج كيطلق في الماء، يعني غتشوفي على انه كيحيد من الثوب بشويه بشويه. غير هنايا فإلا شفتي على انه في المره الاولى ما خرجتش
يعطيكش النتيجه كيف ما بغيتي. يعني هو كينقص هذه كنضمنها لك انه من اول مره كتلاحظي الفرق، ولكن راك ممكن تعاوديها مره اخرى. يعني كذلك بنفس الطريقه كتعاودي تضيفي الماء، عصري حامضه مازال مع صاشي واحد من الخميره ديال الحلوه، وعاودي خليها فوق البوطه على عافيه مهينه وانت كتحركي حتى كتشوفي على انه داك اللون اللي هو طالق كيحيد من الثوب وكيطلق في داك الماء اللي فيه العصير ديال الحامض مع خميره ديال الحلوه. كذلك امال كان عندها سؤال اخر بخصوص واحد البالغين ديال البنيته اللي بلك حلو البيض والالوان تلقوا في بعضياتهم. فهنايا غادي نصحوك امل انك تستعملي دونتيفريز، المعجون ديال الاسنان اللي كتاخديه وكتدهنيه على البالغين كامله، يعني في ديك البلاصه اللي هي طالقين فيها الالوان في بعضياتهم، وخلي داك المعجون ديال الاسنان كينشف عليها. الوقت اللي كينشف ديك الساعه كتاخدي شيتا كتفزقيها بشويه ديال الماء وكتبداي كتحكي، فغتشوفي على انه دوك الطبيعه ديال الالوان كيبداو كيحيدوا كينقصوا بشويه بشويه حتى ما كتبقى حتى شي حاجه. وديك الساعه كتعاودي تمسحي بشي توب اللي كيكون مفزق بالماء وكتعاودي تنشفيها، ولا كتحطيها كتنشف اما في الظل يعني غير التهويه راه كتنشفها مزيان، ولا كتحطيها كتنشف في الاشعه ديال الشمس. كنتمنى على انه كوثر من ورزازات على انه امل وعائشه ومريم من فاس وسعيده كلهم سمعوا الاجابات على الاسئله اللي سبقوا طرحوها علينا في الحلقه الماضيه. تواصلنا معكم اوفياء انا غادي يكون على الارقام اللي هي دائما 0522 46 72 50 51 او 52، ولكن ما تنساوش مازال معنا افكار واقتراحات من خلال الفقره المواليه وصلتنا من خلال صفحه البرنامج في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. فاليوم ان شاء الله معنا افكار واقتراحات من عند ام مريم، من عند ملكه من تيزنيت، ومن عند زهيره ام وئام ولقمان. فان شاء الله اليوم ندرجوا افكارهم واقتراحاتهم اللي اكيد غادي نستافدوا منها، فنصيحتي لكم ما تخليوهاش تفوتكم. غادي نبقاو لحظه مع اختيار غنائي نسمعوا ليه وراجعين، فبقوا معنا. ودائما على ما غادي الاذاعه القريبه منكم وبرنامجكم سيداتي سادتي مازال متواصل ومستمر معكم ان شاء الله حتى الوحده. غادي نمشيو هذه المره لفقرتنا المواليه، فقره بريكولاج بمجموعه من الافكار والاقتراحات. اول اقتراح غادي نبداو به اليوم من عند ام مريم. ام مريم كتقول اقتراحي اختي عفاف بالنسبه للناس اللي كتكون عندهم ديك الحمراء او النخاله، فبزاف ديال الناس كيبغوا تكون عندهم معزوله بوحديتها، كيقرصوا بها الخبز، كيستعملوها في بزاف ديال الوصفات، وهي فعلا على انه معروف على انه صحيه لانه كتعطينا داك الخبز الكامل بالنخاله ديالو اللي هو كيتعتبر يعني كنز وغني بزاف ديال العناصر الغذائيه اللي كيحتاجها الجسم ديال الانسان. فام مريم كتقول انا وحده من هاد الناس، فديك الحمراء او النخاله باش تبقى عندنا مزيانه كيخصنا نديروا فيها واحد الحجره ديال الملح الحيه، فهي كتبقى مزيانه ما كيتكونوا فيها لا حشرات ولا دوك الديدان صغار ولا حتى شي حاجه، وكتدوم لكم مده طويله شحال ما بقات عندكم حتى حاجه ما كتقيسها الا درتوا في الوسط ديالها واحد الحجره ديال الملح الحيه. فكتقول ام مريم جربوا غادي تشوفوا. عطاتنا اقتراح اخر كذلك بالنسبه للناس اللي عندهم النحاس، فقالت لي اختي عفاف كنسمع بزاف ديال الناس في البرنامج كيسولوا على شنو هي احسن طريقه للتنظيف ديال النحاس. اي حاجه كتكون عندكم في الدار مصنوعه من النحاس ام مريم كتنصحنا على انه كناخذوا حامضه كنقسموها على زوج، كناخذوا نص حامضه وكنغطسوه في الرمله وكنبداو كنحكوا به اي حاجه مصنوعه من النحاس. فدوك الحبيبات ديال الرمله مع داك العصير ديال الحامض كينقي النحاس وما كيخلي فيه حتى شي حاجه. الوقت اللي حنا كنساليو راه كندوزو داك الرغوه ديال السائل ديال اللواني كنشلو وكنشفوهم، وضروري ما نحطوهم في الاشعه ديال الشمس، فالنحاس كيبغي ينشف حتى تحت الاشعه ديال الشمس باش كتزيد النقاوه واللمعان ديالو. اذا اول حاجه كناخذوا حامضه كنقسموها على زوج، يعني كناخذوا نص حامضه كنغطسوها في الرمله وكنبداو كنحكوا النحاس حتى كنحكوه مزيان وكنشوفوا على انه ما بقاش فيه حتى شي حاجه. ديك الساعه كندوزوا عليه بداك السائل ديال اللواني يعني ديك الرغوه بواحد الحلفه، كنشلو كنشفو وكنحطوه في الاشعه ديال الشمس، وكتقول راه النتيجه كتكون مرضيه بزاف الا جربتوا هذه الطريقه. نمشيو هذه المره لاقتراح اخر كذلك من عند ملكه من تيزنيت. ملكه اليوم اختارت على انها تعطينا واحد النصيحه واقتراح بالنسبه للناس اللي كيتشكوا من الماكينه ديال التصبين اللي بعض المرات كتطلق الريحه. فشنو كتقول ملكه؟ كتقول اول حاجه الوقت اللي حنا كنساليو التصبين ديالنا ديك الماكينه كيخصها ضروري تنظف من الداخل ومن على برا، وخصوصا خصوصا واحد البلاصه اللي كتكون فيها ديك الجلده يعني كتكون في الباب ديال الماكينه، هذيك البلاصه كيخصها تنشف وما يبقاش فيها الماء نهائيا. داك الماء اللي كيبقى متراكم وكيبقى مجموع هو اللي كيطلق ديك الريحه اللي كتكون غير مستحبه، واحد الرائحه خايبه في الماكينه ديال التصبين. هذه اول حاجه. من بعد ملي كنساليو كننشفوا ديك الماكينه وكننظفوها مزيان كناخذوا شويه ديال القطن كنفزقوه اما بروح الخزامه او لا بروح الورد، وكنحطوا داك الطريف ديال القطن في الوسط ديال الماكينه، ومن بعد كنسدوها. الوقت اللي حنا كنجيو نصبنوا ولا كنحلوا ديك الماكينه ما كنشموا الا الرائحه ديال الخزامه او الرائحه ديال الورد. فشكرا لك ملكه على هذا الاقتراح. عطاتنا كذلك ملكه اليوم وتبارك الله عليها واحد الاقتراح غادي يعجب بزاف ديال الناس. اليوم ملكه قالت هي بالتجربه ديالها لقات يعني واحد البديل بالنسبه للجيلاتين، فكنعرفوا على انها مكون كيدخل بعض المرات في يعني ضمن المكونات ولا المقادير ديال بزاف ديال الوصفات وديال الشهي،
الفيديوهات وكتقول بزاف ديال الناس مازال كيتخوفوا منه ما كيبغوش يدخلوا عندهم الدار ولا الكوزينه ديالهم. فشنو البديل؟ كتقول ملكة عوض ما غادي نستعملوا الجيلاتين، نفس النتيجه كاننا استعملنا الجيلاتين. شنو غادي نديروا؟ غادي ناخذوا 6 ديال الحبات ديال الصفرجل كننقيوهم وكنحكوهم في الحكاكه ديال اليد الجهه الرقيقه، كنحكوهم مزيان، من بعد كنعصروهم وكناخذوا غير داك الماء ديال الصفرجل كنحطوه في الكوزينه وكنخليوه حتى كنشوفوا انه تعزل، بحيث كيولي واحد الماء اللي كيطلع للفوق وواحد النشا كيكون عاقد هو اللي كيكون لتحت. فاحنا كناخذوا داك النشا هو اللي كنحتفظوا به في الثلاجه، كنخليوه حتى للصباح كيزيد كيعقد وكيكون هو البديل ديال الجيلاتين. فكتقول انه ممكن تخلطوه مع اي كريمه ديروه في اي وصفه كيعطيكم نفس النتيجه كانكم استعملتوا الجيلاتين تماما. اذا 6 ديال الحبات ديال الصفرجل كنقيوهم وكنحكوهم في الحكاكه الرقيقه، من بعد كنصفيوهم كناخذوا غير داك الماء ديال الصفرجل وكنحطوه حتى كنشوفوا على انه تعزل، يعني كنخليه واحد المده ديال ساعات طويله، ممكن حتى 3 ولا 4 ديال الساعات. كنحيدوا داك الماء اللي كيكون الفوق وحاشنا غير داك النشا اللي كيكون عاقد اللي كيكون لتحت هو اللي كنديروه في الثلاجه وكنخليه حتى الصباح حتى اليوم الموالي عاده كنستعملوه، كنخلطوه مع اي كريمه وكيكون هو البديل ديال الجيلاتين في بزاف ديال الوصفات اللي كتكون من ضمن المكونات ديالها. مالكة كتقول بالنسبه للناس الا ما لقاوش مثلا صفرجل، فدابا هو معروف انه الموسم ديال البطاطا الحلوه هي دابا من ضمن الخضار الموسميه، فنفس الطريقه كيف ما درنا مع الصفرجل ممكن كذلك يكون البديل هو البطاطا الحلوه وكتحصلوا على نفس النتيجه. نمشيو هذه المره لاقتراح اخر من عند زهيره ام وئام ولقمان اللي هي رجعت لينا من بعد غياب. فزهيره ام وئام ولقمان عطاتنا اليوم واحد الاقتراح بالنسبه للمقله الا كانت جديده. كتقول الا كانت المقله جديده وبغيتوا تحافظوا عليها والا خفتوا ان ديك المقله غدا تلصق، فشنو كديروا؟ ديك المقله مازال جديده قبل ما كطيبوا فيها الاول مره، كديروا فيها الخل الابيض واحد نص كاس وكتحطوا ديك المقله فوق البوطه على عافيه مهيله حتى كيتغلى داك الخل. هذيك الساعه كتحيدوا وكتغسلوا المقله وكتقدروا تطيبوا فيها اي حاجه وانتم متاكدين على انها ما غدا تلصق ما غدا تحرق نهائيا. فشكرا لك زهيره ام وئام ولقمان، شكرا للملكه من تيزنيت وكذلك الام مريم اللي اختاروا على انهم يتقاسموا ويتشاركوا افكارهم واقتراحاتهم معنا في الحلقه ديال اليوم. فدائما غنبقى نقول على انه كلمه الشكر هي قليله في الحق ديالكم بزاف. مرحبا بتواصلكم معنا نتوما اوفياءنا، مرحبا بكل اسئلتكم وكذلك بافكاركم واقتراحاتكم، علاش لا حتى نتوما فيدونا بها على الارقام 0522 46 72 50 51 او 52. في اول مكالمه معنا اليوم مصطفى على الخط من تطوان، اهلا وسهلا بك مصطفى. السلام عليكم اختي. وعليكم السلام ورحمه الله. مبارك عواشركم اختي ديالي. اهلين وعليك مصطفى. انا سعيده الله يدخل عليكم الصحه والسلامه وطويل العمر. يا رب امين، شكرا لك. الله يجازيك بخير. بغيت اختي نسولك على واحد السؤال. المطبخ شريت واحد الثلاجه كبيره واخا من مرجان، هذه ديجا ما تعطيناش منين شريتيها بالضبط، ثلاجه كبيره بلا ما نذكروا الاسماء منين. لا علينا اختي اسمح لي، لاول مره كان ماشي مشكل مصطفى. جاني واحد الصفرق فيه رقيوق. اييه. ما خليت باش حاربته والو، ما بغاش يتحيد ليا. واخا هذا كنظن عندك في اللور ديال الثلاجه ياك، في البلاصه ديال الموتور، الموتور ديال الثلاجه. واخا الحل غادي يكون ساهل مصطفى، غير خليك متابعنا وان شاء الله انا غنجاوبك في الحلقه ديال اليوم، غير خليك متابعنا ان شاء الله وغادي نعطوك الاقتراح. كيكون بزاف ديال الناس كيكونوا عندهم الحشرات، ماشي غير سرق الزيت، يعني بزاف ديال الحشرات اخرى اللي كتختار البلاصه اللي كتكون سخونه، فاما الثلاجه حتى الماكينه ديال التصبين بعض المرات، حتى الفران ديال الضو، حتى البوطه كذلك ولا الفران ديال الغاز. فبزاف ديال الناس كيتشكاو لانه الحشرات ما كتختار الا ديك البلاصه، كيفاش نقدروا نحاربوها؟ الحل غادي يكون ساهل ان شاء الله وبماده اللي هي في متناول وموجودة في الأسواق، وغادي نعطوك الطريقة كيفاش تستعملها، غير خليك وفي دين وبقى معنا مصطفى. نمشيو هاد المرة نتواصلوا مع أم سكينة على الخط معنا من مكناس، أهلا بك أم سكينة. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا مدام عفاف. مرحبا بك أم سكينة، مرحبا بنازيل مكناس. بارك الله فيك. لهلا اختك، لهلا اختك، ميرسي بيان بوغ هاد البروغرام، هاد البرنامج ديالكم. العفو بزاف كاع. لهلا اختك. العفو ام سكينه. واخا لهلا اختك، عندي واحد جوج ديال الاقتراحات وعندي واحد السؤال ديك لهلا اختك. واخا مرحبا، نبداو بالاقتراحات ام سكينه. واخا واخا بارك الله فيك. شنو هو اول اقتراح؟ الاقتراح الاول وهو باش نحيدوا الريحه من اليدين الا كتبقى لنا ريحه الحوت وهذا، وبالاخص ريحه الحوت من بعد ما كنصاوبوه. اييه. كنفركوهم مزيان بالتفل ديال القهوه. ايه. كنحدهم مزيان وكنشللوهم مزيان، ما كتبقى حتى شي رائحه. واخا الاقتراح الثاني؟ الاقتراح الثاني هو فاش كتكون عندنا الفلفله الحمراء موجوده مزيان بكثره في الموسم ديالها. كنشدو الفلفله بالكميه اللي بغينا، كنفوروها هي والثومه في الكسكاس. واخا.
من بعد فاش كنفوروها تنعاود نحيدوها تنطحنوها في الطحانه ونعاود نردوها في شي انيه واحده اخرى مع شويه ديال الزيت البلديه ومليح مع مليحه ونخليوها كتشحر حتى كتشرب الماء مزيان كتبقى غير ديك الزويته على الفوق. اييه كنديروها في قريعات وكنحتفظوا بها في الثلاجه كنزيدوها مع الدنجال نزيدوها مع القطنيه راه كتعطي في نفس الوقت اللون وكتعطي لنا مذاق رائع بزاف هذا باش كنقللوا من الكميه ديال التحميره اللي كنديروا اولا الشاونيه. اييه تبارك الله عليك ام سكينه. وشنو هو السؤال ديالك؟ السؤال ديالي وهو انني درت الكيسان ديال الزاج في الماكينه ديال المعن ما رديتش البال برودوي واحد البرودوي داك سميتو اللي كيعطي البريون لانه تقاضى فاش خرجتهم خرجوا لي كلهم مذببين واخا عاود غسلتهم درت لهم الخل درت لهم كلشي ما بغاش يتحيدوا لي داك داك الضبابه اللي عليهم ولا كان شي حل عند المستمعات اولا واخا غير ام سكينه الخل بيتيهم في الخل بيتيهم ليله كامله في الخل؟ لا غير مسحتهم بالخل درتهم بزويف ومسحتهم بالخل بدوك الكويسات ديال الزاج أيوه. واحد سميتو زليفات كانوا ضاعوا لي في الماكينه ديال الماعن. واخا نجاوبوا على السؤال ديالك ان شاء الله ام سكينه وشكرا لك تواصلتي معنا من مكناس وفتينا اليوم بزوج ديال الاقتراحات وان شاء الله نجاوبوا على السؤال ديالك. نمشيو هذه المره نتواصلوا مع فاطمه على الخط معنا من انزكان. اهلا وسهلا بك فاطمه. عرفتي بارك الله فيك كي دايره؟ مرحبا بك فاطمه اهلا وسهلا. او ربي يخليك سنه سعيده اختي عليكم كاملين. يا رب ان شاء الله علينا اجمعين. الله يخليك اختي عندي لك انا غير طلبات. واخا مرحبا. عندي اختي واحد الكوفر الكامري طبع لي بالزيت. اييه. واحد السواد النيلو طيب تقاسها الزيت الله يخليك. واخا. وبغيت نعرف دابا الصباغه ضحيت عاديه عاد بالماء. الى قاسها الزيت شنو يمكن لينا نديرو ليها باش نحيد الله يخليك. الى قاسها الى قاسها اشنو فاطمه؟ الزيت حيت دابا لي الدين ديال الدراري صغار نجاوبوا ان شاء الله على اسئلتك. شكرا لك فاطمه تواصلتي معنا من انزكان وارقام التواصل معنا مفتوحه دائما او في انا مرحبا بكل اسئلتكم وعلاش لا بافكاركم واقتراحاتكم فيدونا بها. ناديه على الخط هذه المره من مدينه فاس. مرحبا بك ناديه. ناديه مرحبا بك. السلام عليكم. اهلا وسهلا بك ناديه. صافا لاله بخير صحتك لاباس؟ الحمد لله مرحبا بك. الحمد لله. الله يخليك السؤال ديالي. انا اسمحي لي هذه اول مشاركه شويه مرتبكه. ان شاء الله ما تكونش اخر مره ناديه. اي ان شاء الله غير ما تقبليش التليفون داك الشيء علاش. مرحبا. الله يخليك انا مشاركتي انني خبنت الزربيه في لافاج ديال الزنقه ولما مولي جابوها لي لقيت فيها الريحه خانزه. وطلعت شي تخواجو ويا الشمس وكل شيء ايبورتو ما حيدتش منها الريحه ما حيدتش منها ما عرفتش شنو 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 ممكن ندير ليها. نعم واخا خليتيها مده خليتيها مده بزاف على برا ناديه؟ خليتها تقريبا واحد الكات شهور هكاك. خليتها عندنا مده ديال 40 ايام. واخا ناديه ان شاء الله نجاوبوا على السؤال ديالك. شكرا لك تواصلتي معنا من مدينه فاس. هاد المره غادي نمشيو لسيد المختار باش نتواصلوا مع نعيمه. مرحبا بك نعيمه. الو اهلا وسهلا بك نعيمه. السلام عليكم لاله. مرحبا بك. كيف دايره؟ الحمد لله. شكرا لكم بزاف على هذا البرنامج. العفو نعيمه اهلا وسهلا. بارك الله فيك اختي. صافي لك عندي لك واحد السؤال. ايه. انت نيده باقا الجديد ياك؟ نعم. وديال الخشب وتراكموا لي فيها الاوساخ. شنو هادو البيبان ديال الخشب؟ لا ميده ميده طبله يعني الطبله ديال الخشب. ايه وما بغيتش نسهب الماء خايفه يوطق عليها شي حاجه داكشي علاش بغيت نسولكم الا جات الخطره. ونعيمه الطبله شنو دايز فيها الفيرني؟ دايز فيها الفيرني ديال الخشب؟ نعم فيها الفيرني دايز عليها الفيرني ديال الخشب؟ لا 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 يا عمي العاديه. واخا نجاوبوا على سؤالك نعيمه. شكرا لك بزاف اختي. العفو شكرا لك نعيمه كنتي معنا من سيد المختار. هذه المره غادي نتواصلوا مع اسماء على الخط معنا من خريبقه. مرحبا بك اسماء. اسماء اهلا وسهلا بك. اهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عندي تقسيطات ديال الصاري بخضر. اييه. ومشيت لواحد المناسبه وبدات تكدي عليا هذه مده اسبوع. واخا. وما عرفتش شنو ندير لها دابا المهم ما قرتها ما حتى حاجه خليتها بحال هكاك. خليتها هكذاك واخا ان شاء الله. غير قولي الصاري عندك منبت اسماء؟ منبت بالحجر. منبت بالحجر واخا ان شاء الله نجاوبوا على السؤال ديالك. شكرا لك اسماء كنتي معنا من خريبقه. هاد المره غادي نمشيو لشمال المغرب مدينه طنجه باش نتواصلوا مع نهاد. مرحبا بك نهاد. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يخليك عندي واحد السؤال. اييه. دابا انا بغيت نشري واحد كويزينيير وما دابا عرفتي السوق كاين الاثمنه مختلفه بزاف ديال الماركات وخفت لنشري دابا كويزينيير وما طيبش ليا الخبز.
واخا انت بغيتيها على طيب الخبز حيتاش بزاف ديال الناس يعني كيشريوهم ما كيصدقوش ليهم، يعني الا كانت شي فكره باش نعرف بان ديك الكويزينيغ غادي يطيب لي الخبز والحلويات او ميم طون. ديال اش بغيتي، ديال الضو ولا ديال الكازاني؟ هاد بغيت ديال الكاز. ديال الكاز، واخا نجاوبوا ان شاء الله على السؤال ديالك ونعطيوك مجموعه ديال النصائح كيفاش ممكن انك تختاريها، خصوصا انت بغيتي حسب نسبه الغرض انها طيب لك الخبز مزيان وطيب لك الحلويات كذلك. نمشيو هذه المره من بعد نهاد باش نتواصلوا مع حنان على الخط معنا من مدينه اكادير. مرحبا بحنان. السلام عليكم سي عفاف، كيدايره لاباس؟ السلام ورحمه الله. مرحبا حنان، بغيت نقول لك شي اقتراحات وواحد السؤال الله يحماني. واخا ناخذوا الاقتراحات حنان الا سمحتي. واخا بالنسبه للتنظيف ديال النحاس، انا كندير غير الحامض، كنحكو بالحامض ومن بعد كندير ليه الصابون البلدي وكنحكو بالجيكس اللي رقيق، كتنظفو مزيان زعما وكنطلعها للشمس، كنحطها في الشمس باش يكون فيها اللمعان. ايه واخا. وكندير حتى بالنسبه للروبينيه ديال النحاس، يعني اي حاجه ديال النحاس. أيه كتجي مزيانة. وبالنسبة للسؤال ديالي، عندي واحد الجلابة في المليفة لون صفر لون مطارد زعما، وفيها شي نقاط مني دمين ما عرفتش غندير ليها، ما بغاوش يتشيدوا. نعم واخا ان شاء الله نجاوبوا على السؤال ديالك حنان، وشكرا لك تواصلتي معنا من اكادير. ارقام التواصل معنا مفتوحه دائما هي 0522 46 72 51 او 52 او الرقم 5080. ما تنساوش في اول اس ام اس او الرساله اللي غادي تبعثوا بها كتبوا كلمه ماد، خليوا فراغ صغير وبعثوا بالسؤال اللي عندكم ولا بالفكره ولا اقتراح في رساله اس ام اس للرقم 5080. فاصل اعلان وراجعين فابقوا معنا. مازالين معكم اوفياء في برنامجكم سيداتي سادتي على ماد غاديو. دائما غادي نمشيو هاد المره باش نتواصلوا مع ابتسام على الخط معنا من صويره. اهلا بك ابتسام. الو الو اختي عفاف، لبات عليك. مرحبا بك ابتسام، سنه سعيده ان شاء الله بكل ما كتمني. مرحبا بك، الخير علينا وعليك اختي، كيعجبني هذا البرنامج بزاف. مرحبا مرتاحك شويه. مرحبا بك ابتسام. لا خذ راحتك وكوني مرتاحه معنا الحمد لله، كلنا اسره وعائله وحده. شكرا بزاف اختي. انا عندي واحد التساؤل، عندي واحد البيجاما طوال عليها القطره الرقيق. أيه. وما بغاش يتحيد ليا، صبنت جوج مرات ما بغاش يتحيد. نعم كذلك يكون من بين اصعب الطبايع هو طبايع ديال القطران. واخا ان شاء الله نجاوب على السؤال ديالك ابتسام. عندك؟ نعم اختي الله يخليك. عندي دابا حنا غير في الباديه. أيه. وكنجيرو عندي كيطيح ليا ديما داك بحال الملحه كتكون في الحيط كطيح ليا الجير، بغيت شي حاجه من عند الاخصائيينكم. واخا منين كطيح، واش الحيط ولا السقف الفوق؟ لا الحيط. نعم والحيطه شنو دايز بالجير؟ الجير. واخا نجاوبوا على السؤال ديالك ان شاء الله ابتسام، وشكرا لك تواصلتي معنا من صويره. غادي نبقاو في صويره دائما هذه المره باش نتواصلوا مع ام فردوس. اهلا بك ام فردوس. ام فردوس اهلا وسهلا بك. للاسف ربما انقطع الاتصال مع ام فردوس هذه المره. سميره على الخط معنا وغدا تكون اخر مكالمه في الحلقه ديال اليوم. مرحبا بك سميره. بخير. اهلا وسهلا، نهارك مبروك يا سميره. يا عفاف. الحمد لله. مرحبا بك اختي. علينا وعليك ان شاء الله بالصحه والسلامه وكل ما كتمنى. سلامه لينا وليكم وكل ما تمنيتي انت وكاع المغربيات والمغاربه. يا رب وكل الامه العربيه الاسلاميه ان شاء الله. يا ربي الله يخليك اختي. انا سمعت هذاك السيد بعدا بقى فيا بالنسبه لفراق الزيت. أيه. يدير غير شحال من واحد ما عرفش هذيك الماده الساشيه الخضراء. الساشيه الخضراء. المهم هو كراجل ما عرفش واش عنده ولا المراه ولا ما عندوش، المهم يستعمل دابا غير الكافور. اييه الكافور، حيت بنادم كيعكز يدير ديك الطريقه وهذا يدير على الكافور يجربو وغادي يرد علينا يقولنا شنو كاين. واخا تبارك الله عليك يا سميره. اولا بالنسبه بغا نعطيك شي حلول. اييه واخا اقتراحات. الصابون، الصابون الملايات، الملايات والمانطات. اييه الديميلور حتى هو مخير عيب بوحديته ديال الشعر. اييه الديميلور عيب بوحديته. وختي بالنسبه اللي انا مجربه، انا غنعطيك داكشي اللي مجربه. رائحه الضابط درت انا الورد والخزامه والطالك. درتي الورد والخزامه والطالك. نفعوني يا اختي. كان ديما عندي مشكل ديال الصبابط. واخا ريحه الصبابط خلطتيهم بثلاثه سميره. ثلاثه ودرتهم في كميميسات. أيه. وبقيت فوق ما كنجي كنخشيهم في الصبيطات وكنديرهم في الماري، وفوق ما كنبغي نلبسهم كنجبدهم لا ديالي ولا ديال الدار ولا الكل. تبارك الله. تما اللي باسكات تما كنديرهم فيهم. اييه
طبيعة الحال كنعرضوهم للشمس هذا ومن كندخلهم كنديروا فيهم هاد الكميميسات. ايه ولا لا عندك ريحة الترموس جربت هادي هادي الماء ديال الروز طايب ديال الروز وزدوا عليهم. مهم هادي تاهي بلاتي هاد الماء ديال الروز شنو كيدير للترموس؟ الماء ديالو اي الماء ديالو كنطيبو كناخد ديك الميه اللي كتكون طالعه ديك الفوقانيه وتنديرهم في الترموسات كنبيتهم. واخا دابا ملي كناخد كاين بعض الترموسات اللي كيسولي فيهم الريحه في الشكل ما كتحيدش اكثريه لكن اللي النوع اللي كيخلط قهوه وحليب نعم كتخلطي فيهم القهوه مع الحليب كتجي بعض المرات كتكوني ما كيكونش عندك ترموسات كثير كتخلطي قهوه وحليب او ميم طون. وقعت لي ولات واحد الريحه وفوق ما غسلت ما بقيتش حملت كاع نستعمله درت فيه هذا الروز طايب الماء ديالو الماء ديال الروز جيت عليه ليله كامله حتى الصباح عاد غسلته ما بقاتش الريحه نهائيا تبارك الله عليك لانه داك النشا ديال الروز هو اللي امتص الريحه. وبالنسبه للمكانه المكانه ديال اليد كتقيسها الماء ما كتبقاش تخدم تنشدوا الترموس تنعمروه بالروز الروز حبوب وتلوحوا ديك المكانه فيه سبعه السوايع تترجع تخدم. تبارك الله عليك يا سميره وشكرا لك على هذه الاقتراحات كامله فتينا بها في الحلقه ديال اليوم. انا وعدت مصطفى من تطوان على انه غادي نجاوبوه قبل نهايه ديال الحلقه فعطاتنا سميره الاقتراح بالنسبه للكافور معروف على انه الكافور وغنصحك مصطفى الى لقيتي الكافور البلدي كيكون واحد الكويرات صغار داك الكافور البلدي الى لقيتيه كان احسن لانه كيكون فعال بزاف صراحه الريحه ديالو كتكون قويه ومجهده بزاف ولكن كتقضي على الحشرات يعني ما كتبقاش نهائيا وممكن الناس يستعملوه حتى بالنسبه للريحه ديال الغموليه لانه كيمتص الريحه ديال الغموليه. بالنسبه لدوك الساشيات وديك الماده اللي تكلمات عليها سميره هادو واحد الساشيات اللي الثمن ديالهم تقريبا درهم يعني حنا هو واحد الماده اللي كتكون على شكل مسحوق عامله بحال الغبره يعني تماما بحال الدقيق ديال الفورس. فهذاك هذيك الماده كتاخذها وكتخلطها مع ياغورت اللي كيكون مسوس كتخلطهم بزوج ساشيه وحده كتخلطها مع كاس ديال الياغورت وكتاخذ داك الخليط وكتدهن به ديك البلاصه اللي عندك في الثلاجه كامله ودهن حتى البلاصه ديال الحيط داك القنت ديال الحيط في المحطوطه الثلاجه فصدقني على انه غادي تفاجئ سرق زيت ما غاديش تبقى تشوفو عندك في الثلاجه نهائيا. والجميل في هذه الماده ملي كنخلطوها مع داك الياغورت اللي كيكون مسوس على انه كتبقى فعاله مده طويله يعني تقدر توصل حتى لست شهور وما كتشوفوش هذا النوع ديال الحشرات عندكم في الدار نهائيا. هذه الماده حنا وضعنا الصوره ديالها في الصفحه ديال البرنامج فممكن انك تزور الصفحه ديال البرنامج سيداتي سادتي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وغادي تلقى ديك الماده فهي موجوده بالصور وحتى الطريقه كيفاش نخلطوها مع الياغورت وشحال الكميه اللي غادي نستعملو بالضبط. فهما زوج ديال الاقتراحات الكافور بالنسبه للاقتراح ديال سميره والاقتراح ديالنا حنا ديال الطاقم ديال البرنامج هو ديك الماده كيف ما قلنا ساشيه خضراء هي متوفره في كل المحلات حتى عند غوغري الا مشيتي يعني اقرب واحد ليك راه ممكن تلقاها لعندو الثمن ديالها كيكون ما بين درهم حتى زوج ديال الدراهم. كتاخذ ساشيه وحده كتخلطها مع ياغورت اللي كيكون مسوس وكيف ما قلنا كتدهن بها الاماكن كامله اللي عندك في هذا النوع ديال الحشرات وان شاء الله غادي تهنى مده اللي كتكون طويله بزاف كتوصل لشهور. فحنا وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي وما تنساوش على انه التواصل معنا كيبقى مفتوح دائما من خلال الصفحه ديال البرنامج ومن خلال مجله المراه المغربيه بامتياز موقع lalamounati.ma اللي تلقاو فيه كل ما يفيدكم. لكم اطيب وارق تحيه من عفاف ماجد كانت معكم في الاعداد والتقديم وفاء فائز فندى رافقتني في الاخراج وسامحه مشكوره كانت استقبال مكالماتكم شهيه طيبه الى اللقاء.